لا أعتقد أن السيد مقتدى الصدر الآن تراجع عن أهدافه وعن تصوراته وعن آرائه، ولم يفتر إصراره في اتجاه التحالف الثلاثي أن يكون هو القائد للدولة والذي يدير الدولة. فلا أعتقد هناك بوادر ضعف. هذا لا يعني أن أنا أؤيد السيد مقتدى الصدر في اتجاهاته، ولكن أنا كراصد يعني بالعكس أنا أشوف أن أرى الإطار هو الذي يعيش نوع من العسر ونوع من الحرج، لأنه رغم أنه جلس فشلت في اختيار رئيس الجمهورية أو انعقاد رئيس الجمهورية فيما بعد، نجد إلى أنه هناك إصرار. كان المفروض أن يكون هذا سبب وسيلة لانكسار إرادة السيد مقتدى الصدر، تراجع عن مواقفه، مد جسور خفية بينه وبين الإطار، ولكن نجد أن الإصرار لا يزال على درجته القوية وربما تصاعد أكثر. حساباته كانت غلط أستاذ غالب، حساباته ليس لها علاقة بالحسابات، الحسابات قد تكون خاطئة ولكن الإرادة باقية. كثير من الناس، كثير من السياسيين حساباتهم الخاطئة لا تكسر الإرادة، بل بالعكس إن الحسابات الخاطئة أحيانا تؤدي إلى جبر الإرادة إذا انكسرت هذه الإرادة أو ثلمت. نحن نتحدث عن عمل سياسي وما نتحدث عن رغبات، ونتحدث عن أهواء. دول كبيرة تضع في حساباتها كثير من النتائج وكثير من العوامل المساندة والمضادة، ولكن أثناء التجربة يتبين هناك خطأ في الحساب فتعيد الحساب وتعيد ترميم حساباتها الخطأ. وبالفعل هو قال إلى أن هناك أخطاء ارتكبت ويجب معالجتها. بالعكس، هذه شجاعة أنا أراها.